السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبائننا الكرام. اليوم وصلت لنا بضاعة جديدة، وطبعا آسفين على التأخير. التأخير جاء بسبب انه وضعية صرف الدولار كانت مو ثابتة يومية سعر شكل، لذلك تأخرنا بتنزيل البضاعة. اليوم رجعنا لكم ان شاء الله بعرض اقوى، راح يتوفر عندنا بعرض اليوم ل 13 برو ماكس المستعمر، راح يجي بطاريات من 84 ل 97، راح يجي سعره من 1,200,000 لحد 1,400,000، ويا كل جهاز راح يتوفر وياه سماعه كوبي درجه اولى ايربودز، وايضا راح يتوفر 12 برو ماكس، راح يجي بطاريات مختلفه من 85 فما فوق، راح يجي سعره من 900,000 لحد 1,100,000، اما البطاريه 100 راح يكون سعره 1,150,000. عندكم 11 برو ماكس راح يجي سعره من 730 لحد 810,000 اذا كان مستعمل، بطاريات 85 لحد 95، اما البطاريات 100 راح يكون سعره 850,000. وايضا راح يتوفر عندنا ال11 العادم مختلف الالوان اذا كان مستعمل من 85 لحد 98، راح يجي سعره من 530,000 ل 580، اما راح يكون بطاريته 100 يجي بوكس كامل راح يجي سعره 650,000. واخر شيء راح يتوفر الاكس ماكس، الاكس ماكس راح يجي سعره من 470,000 لحد 530 حسب النظافه والبطاريه، اما اللي يجي بطاريته 100 راح يكون سعره 565,000. طبعا جميع الاجهزه راح يكون حاصله على ضمان سنه من تاريخ الشراء عدا الكسر والحرق والمي، راح يكون هذا خارج الضمان، اما الضمان راح يكون اول شهر استبدال وسنه صيانه سوفتوير وهاردوير. هذا فقط حصله يا مونستر جروب.